حضرات المشاهدين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وتقبل الله صومكم وبارك يومكم. الإسلام دين التكافل والتعاون، مش بالشعارات الجوفاء وإنما بالفعل والممارسة. الرسول عليه الصلاة والسلام يشبه الأمة الإسلامية بأبلغ صورة في قوله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. زعم هذا هو حالنا؟ أم الغالب علينا الأنانية وحب الذات؟ ياسر ناس يبديوا من مظاهر التقوى والورع حتى تقول زعم هذا من البشر ولا من الأملاك. يجي اختبروا على مستوى المعاملات، اختبروا في مشاعره وإحساسه بالآخر، تلقاه أفرغ من فؤاد أم موسى. المولى سبحانه وتعالى يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لو كان الواحد يتأمل في هالآية يلقاها تدعو إلى الإحساس بالآخر، إلى التعاطف مع الآخر، تعاطف فعلي مش تعاطف متاع تظاهر ورياء. للأسف الشديد كثر الرياء والتسميع. وينهم هكما اللي لا تعلم شمالهم بما أنفقت يمينهم؟ اليوم حتى اللي ماشي يعطي حاجة ما يخرجها إلا ما يعمل لها إشهار، وطرق التسميع والإشهار عديدة ومتعدة، لكن ما يفيد مع ربي كان صحيح. المهم يحكيوا على رجل فقير عنده شردمة صغار وهو خدام حزام، نهار في الفلاحة ونهار في المرمى، والخدمة كانت ضنينة ياسر. وهيك الرجل كما قلنا تعب في حياته، العشاء يطرد الغداء، حتى عام من العوام ما صبتش مطر، قلت الخدمة وصار نهار يخدم وعشرة بطال، زاد خر رمضان زاد كسدت حتى ولا مسكين على فايد البيع. نهار الوقفة من غدوة صباح عيد بداو هكا الصغيرات: يا بويا وقتاش مش تشرينا الحم، يا بويا وقتاش مش تشرينا خبزة العيد، يا بويا وقتاش، يا بويا وقتاش. وهو مسكين يبلع في ريقه، لا ثم الوين يقبل ولا الوين يشرق. ومنها قال علي ولا سيدي القاضي، رجل يعرف ما قال الله والنبي ورجل في الدنيا وصعيب باش يخيبني. قام نفض روحه وقصد ربي لدار سيدي القاضي. سعدك سعد المسعودين عرضه ماشي للدريبة، سلم عليه وكبلوا على يده باسها والحوجة صعيبة. عمل روح القاضي جبت يده قالوا: تفضل يا ولدي، اش حاجتك؟ قالوا: يا سيدي السيرة على ما فيها وعلى ما فيها، وهذا عيد اسلام، اعطيني شي يكتب من ربي نشري لصغيراتي شوية لحم وخبيزة نفرحهم فيها العيد، يفرحك ربي باللي يحب خاطرك. غزر له القاضي قال له: اجاني وقت الظهر. هك الرجل المسكين تقول باب العرش تحل في وجهه، كان مأيس صار طامع ومشى يجري فرحان. دخل دار وعرضت المرأة قالت له: شو عملت؟ قال له: نيا بربي طلبت سيدي القاضي قال لي أرجع لي وقت الظهر. وبدأت هك المرية تدعي وتجلجل وطمعوش بالله أقرب الظهر ومطول الوقت على يستنى، وتم ماشي يجري للقاضي. دخل الدريبة وقف قدامه قال: تفضل يا ولدي. قال له: يا سيدي أنا اللي جيتك الصباح باش تعاوني وقلت لي نرجع لك في وقت الظهر. تربزك القاضي هكا مشوار هنا، قال له: تعرفش كيفاش؟ إجاني وقت العصر، واش ماشي يقول الميت قدام غسله؟ زاد دعاله بالخير ورحم له على والديه وخرج يدور يقصر في الوقت حتى يصير العصر. صار وقت العصر، جا يجري: تفضل يا ولدي. قال له: يا سيدي مو قلت لي أرجع لي وقت العصر؟ عمل روح نساه منها. قال له: هي تعرفش كيفاش؟ إجاني وقت المغرب. هيك الرجل المسكين ريقه نشف، استلزم الصبر، والصبر حيلة اللي ما عنده حيلة، وخرج يكركر في سقيه. صار المغرب، جه قال له: يا سيدي أنا جيتك كيما قلت لي. قاضي عمل روحه يتفكر منها، قال له: تعرفش كيفاش؟ إجاني بعد العشاء للدار، توا كل يتخذت يدها وأغلب التجار سكروا والسلعة وفات. لكن
الرجل ما قدر ما يعمل، وهكا الصغيرات يقطعوا في وجه أمهم يحبوا عيدهم. صار وقت العشاء، تم يشيلوا للدار، دق على الباب، خرج الخديم، تفضل يا ولدي. قال له قول سيدي القاضي فلان اللي قتلي إجاني للدار بعد العشاء. دخل الخديم قال له يا سيدي فلان اللي قتلوا يجيك بعد العشاء هو يستنى. قال له اخرج قل له الله ينوب. خرج الخديم قال له قال لك سيدي الله ينوب. وظلامت الدنيا في عينين هيك الراجل، وتسكرت عليه من كل جهة، وجرات دموعه على خدوده ولوى براسه ومشى. أو ثم جار القاضي راجل في سراه لمحه وهو ينشف في عينيه، قال هذا ما يكون كان مقهور ولا شبكيه ليلة عيد إسلام. ناداه شبيك يا ودي؟ قال له يا سيدي السيرة على ما هي وعلى ما هي، والقاضي ضيع لي نهاري وزاد على ما بيع. قال له ادخل اقرا على البنك. قبل كان ما توصل لوسط الدار كان متعدى من السقيفة الأولى والسقيفة الثانية، أو كالبراني حد وحد السقيفة الأولى، واللي يقرب شوية يدخل السقيفة الثانية، والواصل عاد هيك يدخل المجنبة ويدخل وسط الدار. قعد هيك الفقير في السقيفة البرانية، ودخل الراجل داخل وجبد زوزق فيه وثمنة وعباهم من كل ما يقول الفم واللسان، بالحم والنعمة والبزارات والخضرة والغلة والتاي والسكر والبن والنفة والسواك واللوبان، وخرج عطاهم له وزاد جبد ما تقول 100,000. قال له برا أو كما زال شكون من التجار ساهر، اتعدى خوذ لصغارك البيشات. وطاح هيك الراجل يدعي ويعري في راسه، قال له برا اجري فرح صغيراتك ورب يعرف كل شيء. ودخل هيك الراجل داره وصار عيدهم عيدين. في هيك الليلة القاضي هو راقد يحلم خير إن شاء الله وخير يكون، بحال من جاه لكزو قال له اغزر الفوق، حل عينيه يشوف في قصر يخو ذو الأبصار بالنور. قال أنا وين؟ هل قصر هذا متاع شكون؟ جاوبه هكا الصوت، قال له هكا قصر في الجنة كان ليلك، أما توا ولا جارك فلان. يقوم هكا القاضي يدهشر من النوم، رمى غرفة ما على وجهه ومشى يجري دق على جاره. خرج له زازة، ما هو لباس سيد القاضي. قال له قل لي شعملت الليلة. بدا يتفكر، هو ما هو رجل كبير هكا قلبه كبير ويعمل الخير وينساه. ومنات بسمه قال له ما عملت شيء، أما والله ثم راجل بعد العشاء ريدو مسكين دموع على خدوده وما لقاش باش يفرح صغيراته في هالعيد، أعطيته اللي كتب من ربي. قال له القاضي اللي أعطيته له نعطيه قد ومرتين وناخذ أنا أجره. قال له هو سيرة حاجة الواحد عملها الرب يندم عليها. قال له نعطيك شطر تركتي. قال له والله لو كان تركتك كاملة. بكي راجل فقير ليلة عيد، لكن يرحمهم كيف قالوا يجعلها في دينا مش في قلوبنا، يقصد على الدنيا. وعلى أمل أن نلتقي أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.